مشاهدينا الكرام مرة أخرى، صباحكم ورد وياسمين ونعم وراحة نفسية عليكم أجمعين وكل متابعينا الكرام. حقيقة أنا حبيت أكفي بشكل سريع جدا ما تطرقنا إلى في الحلقة السابقة عن طرق التخلص من الأفكار السلبية واللي للأسف انقطع الاتصال بسبب معين، فحبيت أكفي وياكم بشكل سريع طرق التخلص من الأفكار السلبية. وأنتم ندخل في موضوعنا اليوم اللي هو موضوع الجروح النفسية. مشاهدينا الكرام بإمكانكم الاتصال على رقم اللي تظهر على الشاشة تشاركون التجارب أو آراءكم أو حتى إذا عندكم مشكلة معينة على الوقت المتاح إن شاء الله نقدر نرد على اتصالاتكم وعلى أسئلتكم. طيب نستغل الوقت إذن ننتقل مباشرة إلى طرق التخلص من الأفكار السلبية. مثل ما روينا في الحلقة السابقة شرحنا الأفكار السلبية نتائجها، اليوم نجي إلى الحلول. الحلول بأن لغة الجسد لها تأثير كبير جدا في المزاج وفي الحالة النفسية. أنا على سبيل المثال مثلا توقف بشكل صحيح وتتنفس بشكل صحيح تقول أنا زين الحمد لله، الجسم راح يعطيك إعازات مباشرة للدماغ ومن ثم راح تتعدل حالتك النفسية بشكل ملحوظ. ضابطة الأخرى من الحلول الأخرى بأنه أنت نقطة مهمة جدا تبتعد عن الشخص قدر الإمكان. الشخص عنده أفكار سلبية، ذوب بأفكارهم السلبية، حاول أن تبتعد عنهم بكل أريحية وبكل هدوء حتى لا تؤثر على الآخر. تبقى دائما أنت خفيف على نفسك وخفيف على الآخرين. تلتقط أنفاسك، تلتقط أنفاسك، تنفس الهدوء، تيجي تبحث مع نفسك تقول يعني أوكي هاي الأفكار السلبية ما هي نهايتها، أين أريد أن أصل بهذه الأفكار السلبية؟ أنه تبدي تستمع لنفسك، تعطي مساحة لنفسك. نقطة أخرى بأنه أنت تملأ فراغك، يعني حاول جهد الإمكان تلاقي لك في الأكتيفيتي أي نشاط معين إذا كان عندك نشاط يعني وقت فراغ تقدر تستغل هذا النشاط. طيب يعني ممارسة رياضة، تعلم لغة، دراسة. طبعا بالمناسبة الدراسة يعني لا يوجد لها عمر معين، أي إنسان يسمعني ويريد يكمل دراسته يا مرحبا، لا تباوع على عمرك، سواء كان عمرك 40 50 60 70 حتى 80، إذا عندك واهس تدرس وتطور نفسك ليش لا، مرحبا، فالعمر مجرد رقم، طور نفسك. طيب اعتني بنفسك، بنفسك اعتني بأكلك، اعتني بملابسك، اعتني ب حتى بأفكارك، اعتني بالكتب اللي تقرأها. طيب لأنه الكتب لها تأثير كبير جدا على أفكارك. طيب اعتني حتى باستماعك لوسائل الإعلام، لمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كثير أكو أفكار مسمومة، أكو أفكار عدامة، أكو أفكار مضرة لك. فحاول أنه أنت تنتقي الأفكار اللي تفيدك واللي تقدر بها تطور نفسك. يعني اقدر اوصفها مثل الاكل، اقدر اوصفها يعني مثل الاكل، بانه احنا ناكل اطيب الاكلات واحسنها واكثرها صحيه. بنفس الحاله تنطبق ايضا على ما نشاهده وما نتابعه في مواقع التواصل او وسائل الاعلام. قبل لا استرسل اخذ السيده نور من الموصل. مرحبا. نعم تفضل. الو مرحبا دكتور. يا مرحبا حيا. دكتور انا عندي بنت عمرها 23 سنه، منها طفل ابوها توفى وصار عندها مشكله الحاله النفسيه، وسع عمرها يعني من كان عمرها 7 سنين ابوها توفى وصار عندها هيك حاله، تحب الانعزال بوحدها، تقول اشوف هيك بالرؤيه يعني بالحلم، تقول اشوف هيك ناس يسعدهم شعري يخنقوني، مرات تفز تقوم تبكي وتحضني. ايش قد عمرها صار؟ عمرها 23 سنه، هي شابه. نعم واضح واضح جدا واضح، مساله طبيعيه. طيب استمع اذا امكن خل تدخل على صفحتي الرسميه، دخلوا وراسلوني انا
على قد إن يعني شاء الله وقتي يعني اسمع لها واشوفها ان شاء الله. ماشي؟ طيب شكرا للسيدة نور للموصل على اتصالها الكريم، تواصل وياكم. طيب قلنا الصداقات الفعالة أيضا مهمة جدا، الصداقات الفعالة الأصدقاء اللي يضيفوا لك كل ضيف، تقدر تتبادل وياهم العلم والمعرفة والأفكار الإيجابية. إذا التركيز أيضا على الأشياء الإيجابية، بأنه يكون تفكيرك إيجابي بأنه يكون صفر، بأنه تفكر بأنه يعني الكأس نصه فارغ، احنا نقول يعني نشوفه نصه مملوء، يعني خلي نظرتي دائما ايجابيه، حتى لو كانت هناك مضره، ولكن ابحث عن الجوانب الايجابيه في هذه الامور. طيب اذا الشباب شوي سدوا النصوص اذا امكن. يعني هاي ابسط الحلول اللي قدرت اطرحها عليكم ان شاء الله، وراح افهم اكو حلول راح تشوفونها ايضا في الجروح النفسيه. الجروح النفسيه حسب تعريف المنظمه الطبيه للامراض النفسيه، هي حادث مجهد او حاله مرهقه على مدى طويل او قصير. طيب مع قدر من التهديد بشكل نسبي تعتمد على الحاله، تبعث على المقابل اليأس ومن ثم الإحباط. قد تكون كوارث طبيعية، قد تكون فقدان، قد تكون تعرض إلى الابتزاز الجنسي عند الأطفال للأسف من أصحاب العقول المريضة، قد تكون مشاهدة مشاهد الموت والعنف مثل ما السيدة نور اللي اتصلت قبل قليل من الموصل، طفلة بعمر 7 سنين شاهدت منظر أبوها متوفي فبقت في نفسها. طبعا هي اللي كان المفروض في تلك الفتره تعالج هذه الحاله، لانه يعني بشكل او باخر عند ذيك الطفله كانت اكو هناك يعني علامات او اعراض كان من المفترض بانه تعالج في تلك اللحظه. طيب ولكن العمر يعني عدى 23 سنه، فهذه النتائج ان شاء الله راح تشوفون راح تلعب دور كبير تلك الاحداث في رسم سلوكياتنا في الوقت الحاضر. طيب الدليل الامريكي للصحه النفسيه يقول يعتبر جرح نفسي اذا توفرت به امرين، بانه اذا شخص يواجه حادثه معينه على المستوى النفسي قد تهدد سلامته، يعني قد تهدد سلامته، يعني سواء كانت موت أو خطر معين أو مظاهر الطبيعة يعني تهدد سلامته. والأمر الثاني اللي تأكد عليه منظمة الصحة النفسية قبل يعني الدليل الأمريكي للصحة النفسية يقول بأنه إذا كان يصاحب ردة فعل شديدة من فزع أو خوف أو يعني انحباس إلى ما احنا مثل ما نعرف بانه الصدمه النفسيه عندما تحدث تمر بخمس مراحل، اللي هو اول مره التجمد، لانه الانسان اول ما ينصدم يعني يفقد قدرته على الحركه، يعني يفقد قدرته على التعبير. طيب النقطه الاخرى اللي هي بعد الصدمه بعد التجمد الانكار، لانه يبدي يجي يقول معقوله، لا لا مستحيل، انا ما لا لا هذا الشيء ما ممكن يكون، الانكار. بعدين تجي الاحتجاج، يحتج يقول معقوله ليش يجي؟ لا هذا الامر مرفوض، هذا الامر لا يمكن القبول به. بعد الانكار تاتي مرحله الكآبه، يدخل في مرحله الكآبه لما يشوف بانه الامر اصبح واقع، يدخل في مرحله الكآبه. طيب بعد مرحله الكآبه يفتح يعني يشوف نفسه، يدرك نفسه بانه لا يجب القبول والتسليم. طيب اذا هذه الصدمه النفسيه، طبعا هي الصدمه النفسيه اللي هي تسبب الجرح النفسي. الجرح النفسي اللي راح يستمر ويانا مع الزمن اذا لم يعالج، اذا لم يعالج، لانه طبعا احنا الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمه النسيان، النسيان كفيل جدا بانه يعالج كثير من المسائل السلبيه من جروحنا العاطفيه،
ولكن بعض الناس للأسف تستمر عندهم هذه الحالة حتى تصبح في سلوكياتهم يعني واضحة. أكو نقطة مهمة جدا مشاهدين الكلام، البروفيسور الطبيب الأمريكي شنايدمان الطبيب في السلوك الانتحاري يصف الجرح النفسي بأنه هي معاناة ذهنية أو عذاب ذهني. يعني الإنسان يشعر دائما بألم، بتأنيب، بحرقة، يعني اشترار أفكار سلبية متواصل بسبب ما مر عليه. نقطة مهمة جدا المشاهد الكريم أرجو أن يصغي اللي راح أقوله. في بحث أقاموا فيه في الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا أن الجروح النفسية لا تقل ألما عن الجروح الجسدية. يعني هذا الجرح اللي نصاب به، الجرح النفسي لا يقل ألما عن الجرح النفسي. كيف السؤال؟ لأنه المناطق المسؤولة في الدماغ عند الألم تعطي إشارات متساوية للجروح النفسية والجروح الجسدية. يعني الجرح اللي تنجرحه أنت طيب يعني يوازي أو يعادل الجرح النفسي بشكل بسيط جدا. المناطق المسؤولة عن الدماغ تقوم بإعطاء الإشارات حول هذا الموضوع. طيب ما هي أنواع الجروح أو بالأحرى من أين تأتي هذه الجروح النفسية؟ الجروح النفسية لها مسببات كثيرة. طبعا الجروح النفسية ترتبط، دائما نتكلم عن الماضي. كيف عن الماضي؟ لأنه تجربة احنا مرينا بها في الماضي مشاهدي كده. يعني مو بالوقت الحاضر. أي نعم تحدث بالوقت الحاضر، ولكن الوقت الحاضر هذا اللحظة الآنية اللي تحدث فيها المشكلة النفسية والجرح النفسي تصبح ماضي بتقادم الوقت طبعا طبيعة الحال. طيب ما هي أنواع الجروح النفسية اللي ممكن احنا أن نتعرض لها؟ للأسف كثيرة. قبل العام الماضي اتصل بي أحد الشباب. للأسف هذا الشاب عنده يعني سلوكيات أخلاقية منحرفة. فاتصل بي طلب من عندي، قال لي دكتور أريدك تساعدني، أريد أتخلص من هذه السلوكيات المقيتة الغير أخلاقية. قبل لا أكمل قصتي مع هذا الشاب العراقي نأخذ السيدة الكريمة أم حسين من البصرة. انقطع الاتصال، آسف إذا ممكن تعاود الاتصال. هذا الشاب بعد أن استفضيت معني معه، بعد أن رجعت إلى تاريخه، وجدت بأنه من الأسباب التي جعلت هذا الشاب، انتبه مشاهدي الكريم الكلام اللي يقوله في غاية الأهمية، ليش؟ أنه يتعلق بتربية أبنائنا، هذا جيل المستقبل، هذا الجيل اللي راح نبني عليه آماننا، اللي هم راح يكونون قادة في المستقبل. يعني تصور أنت اليوم ابنك راح يكون قائد المستقبل. فعلى هذا الأساس انتبه كيف تخاطب ابنك وكيف تتعامل مع ابنك، وخصوصا في مجال التربية. انتبه، أرجو الانتباه. اكتشفت بأنه هذا الشاب بأنه أبوه كان دائما يحقر بي، دائما يقول له أنا ما أحبك، دائما يقول له أنت مو رجل، دائما يقول له أنت مو رجل، دائما يقول له أنت مو كفو. قبل لا أتواصل معكم نأخذ السيدة أم حسين مرة أخرى من البصرة. تفضل سيدي الكريم. ألو. أهلا يا أخيان. يا مرحبا، تفضل. ألو. ألو. سدي لي التليفون إذا تكرمت علينا. سدي لي التليفون وتكلمي معي. أجاب. سد التلفاز. ألو. قد أكون أنا خطأت يعني، ولكن عموما هي لازم. كنت لسه. آسف مشاهدي الكرام.
طيب اعتذر من السيده مره اخرى، السيده مرسيدي انه خان التعبير بالسيدي التليفوني، المفروض اقول سيدي التلفزيون مشاهدين الكرام، لطفا من حضراتكم المحترمه بانهم عندما تتصلون تنصون صوت التلفزيون وتتواصلون ويانا من التليفون. فهذا الشاب كان ابو دائما ناخذ اتصال. اكمل وياك السيده زينب من السماء ويا مرحبا. الو السلام عليكم. حياك الله يا مرحبا. شلونك دكتور؟ يسلمك ربي. دكتور انا مريضه، عندي مرض اكتئاب. دوم وياي. نعم. الو. ايش قد صار عندك الاكتئاب؟ دكتور دوم عندي زوجه واكتئاب. ايش قد صار عندك؟ اشياء تجيني. بس اسمعني، ايش قد صار الوقت؟ ايش قد صار لك؟ الو سمعيني سيدة ماسة؟ اي اسمع دكتور. تمام انتبه على سؤالي، ايش قد صار لعندك شيء لك دكتور؟ حتى تصير موجات عندي وابكي. اوكي وصلت الرسالة، تواصلوا وياي وعلى الصفحة الرسمية مالتي وان شاء الله يكون خير. طيب شكرا جزيلا للسيدة ام حسين من السماوية. كان دائما يحقر بي، رجع على شابنا، دائما يقول لي انت مو رجل، دائما يقول لي انت ما بيك خير، فهذا الشاب او هذا الطفل كبرت ويا هذه الصورة. انتبه مشاهدي الكريم. فاصبح يدور على شخص ينطي الامان بمقابل صورة ابوه. انتبه. لأنه فقد الأمان مع أبوه، فقد الكلام الإيجابي، فقد الثقة بالنفس ويا أبوه، فاتجه إلى أنه يبحث عن الثقة وعن الحب وعن الأمان عند شخص أكبر من عنده، فانحرف أخلاقيا. أكرر، انحرف أخلاقيا. الحمد لله رب العالمين، ربي لك الحمد ولك الشكر، قدرت أن أساعده وأعيده للطريق الصحيح. يعني بدل ما كان منحرف بتوفيق الله سبحانه وتعالى، قدرت بانه وعيده على الطريق الصحيح. اذا الاسباب اللي هي اولا التربيه، يعني ما يتعرض الى الانسان في تربيته. النقطه الاخرى اللي تاثر على الانسان بشكل كبير اللي هي الفقدان. فقدان شخص، يعني فقدان عزيز، فقدان غالي. اذا لم تستطع ان تتعامل مع الحدث بشكل صحيح، راح نجي ان شاء الله بالحلول. انتبه، راح اعطيكم طريقه كلش رائعه بالحلول، راح اعطيكم طريقه كلش رائعه بالحلول. اذا ما تقدر تتعامل مع هذا الحدث بشكل صحيح، راح يترك عندك اثر كبير في المستقبل. اللي يصير انه الاليه، حتى بعدين ارجع اتواصل وياكم عن النقاط، الاليه بانه احنا الجرح النفسي مع مكابرتني نقول انا زين لا ما عندي شيء، او انا طبت من عنده مثلا على سبيل المثال، ولكن هذا الشخص في اقل موقف معين مشابه تحسه ينفجر بالغضب، بكاء، عصبيه، غضب، يعني حتى بعض مرات النزاع، يتعارك مع الاخرين. ليش؟ لانه عندما تتحين الى الفرصه المناسبه، الظرف المناسب، والوقت المناسب، والصوره، وش يصير عنده؟ يصير عنده بانه العقل اللاواعي اللاشعور، لانه كل الامور هذه المسائل مخزونه في اللاشعور، في العقل اللاواعي، في اللاشعور. فاللي يصير عنده بانه كل هذه الامور المخزونه باللاشعور عندما تتحين الفرصه المناسبه راح تطلع بشكل اوتوماتيكي وبدون سيطره. انتبه، بدون سيطره. ناخذ الاستاذ علاء من البصره، مرحبا بك. على معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا رب. شلونك دكتور؟ يسلمك ربي الحمد لله. دكتور انا عندي بنتي. نعم. الصف الاول ابتدائي. عايشة بخوف، يعني دائما تخاف. طيب. ايش كان صار لها عادي هاي الحالة؟
يعني بالمدرسة هسه هي تخاف تروح ببحثة إلا أمها وياها تقعد وياها بنفس الصف. إيش عمرها 6 سنين؟ بالأول ابتدائي. واضح واضح. إيش قد صار عدد أخوك؟ قد صار؟ شلون دكتور ما قاعد أسمعك واضح. كم الخوف يعني قد إيش قد صار الخوف؟ هي من سجلت بالمدرسة. من سجلت بالمدرسة يعني حتى بأماكن بالبيت تخاف تروح إلا أخوها وياها أو أنا وياهم. أكيد لازم نشوف شنو. طيب اللي صار بانه احنا كل هذه المسائل تنخزن عندنا وين؟ تنخزن عندنا بالعقل اللاواعي باللاشعور، وعندما تتحين الفرصه راسا تطلع هذه الامور وتاثر على سلوكياتنا الحاضره بشكل مباشر. نقطه اخرى ايضا تساعد بحدوث هذا التوحد النفسي اللي هي النكبات او التعرض للحوادث الطبيعيه من زلازل، من فيضانات، من كوارث طبيعية، كلها تأثر وتترك في نفسنا جروح واضحة. طبعا أنا كثير جتني حالات بعد أن صارت تسونامي، بعد كارثة التسونامي جت كثير من الحالات، أقصد هنا في أوروبا، يعني ساعدت كثير ناس تعرضوا إلى هذه الصدمة. ناخذ الأخ حسين من الحلة. يا مرحبا بي حسين. تحياتي لكل الرشيد العزيز. يا مرحبا، حياك الله. ربي يحفظك دكتور. أنا دكتور صيدلي. حياك الله. أكو ولد من الله يبارك فيك، أكو ولد من المنطقة مالتنا يجي دائما علي يستشيرنا. أقول له أنا دكتور صيدلي، يعني استشار دكتور نفسي. فهسه هو خابرني قال لي عن رشيدك دكتور نفسي. هو الولد يمكن يعني ما يعرف شلون يعبر. فهذا الولد عنده مشكلة، تعرف ما يقدر يحكي لكل الناس. هذا الإنسان من كان في صغير، كان صغير بالعمر سنا يعني، كان يتعرض مثلا للضرب يعني من يعني الأهل من المنطقة، دائما يحسسونه بأنه هو يعني لا شيء بسبب يعني الجهل اللي يعني إحنا عشناه. فهذا الإنسان يقول شو يقول؟ يقول يعني بالأحرى يقول أنا إنه بسبب الظرف الاقتصادي وبسبب إنه والدي غير مربي صار، يقول تعرضت يعني للضرب وللأهانة في المدرسة وبطل من المدرسة وما حصل على دراسة في سبيل يعني في هذا السبب. وفي نفس الوقت أهله ما يعني يحترمونه وما يعطونه القيمة يعني اللي يعني نفسه. يقول أنا ولي يعني ذلك أصبحت الذلة يعني عندي مسألة طبيعية، الذلة واللي يعني الإذلال يعني كان طبيعي. تعرض إلى إهانة، تعرض إلى هذه المسائل فتترك أثر بنفسه وتطلع عند مثل ما قلت أنت عندها تأثر على شخصيتك. حبيبي دكتور إذا أمكن خلي تواصل وياي هذا بشكل مباشر، لأنه يعني حتى لو تنطيك حلول تصبح حلول عبثية، يعني تصبح من بشكل غير مباشر. فخلي تواصل ويا هذا الشخص. وأنا إن شاء الله على قدر فراغي أقدر أرد عليه. مشاهدين الكرام، يعني بس أحب أنا أتأخر عليكم بالإجابة، لأنه حقيقة يعني عندي ظرف طارئ، يعني ظرف عائلي تعلق بالوالدة، فخافت على يعني أتأخر عليكم بالإجابة. أنا ما ناسيكم، أرد عليكم بأقرب فرصة ممكن. طيب نرجع الى قلنا بانه من الامور الاخرى المسبب للجروح النفسيه اللي هي الكوارث الطبيعيه، نقطه اخرى اللي هي الانفصال او الطلاقات. واليوم عندنا الطلاقات والطلاقات في العالم العربي وايضا بالعراق يعني حدث ولا حرج، وحتى على مستوى العالم يعني اليوم اصبحت عندنا اضعف شيء هي العائله، هو البناء العائلي والنسيج العائلي، اضعف شيء. يعني مجرد كلمة أخرى إحنا
رأسا نفكر بالطلاق وبالانفصال وما إلى ذلك. للأسف للأسف أقوله. أيضا الانفصال، وإذا كان أحد الأشخاص يحب ذاك الطرف الآخر ويتعرض للانفصال بشكل تعسفي راح يترك عنده أثر كبير جدا في يعني في حياته. طيب شنو ممكن تسبب النهاية؟ شنو ممكن تسبب هذا الجرح النفسي؟ شنو ممكن يقودنا؟ يقودنا بأنه الإنسان يعيش دائما في يعني في حالة عزالية عن المجتمع، ينعزل، يعني يفضل العزال على أنه الاحتكاك بالناس وبالمجتمع. يقول لك يا مرة تخليني أنا عندي هذه المشكلة، وين وين شو اسمه، وين وين الناس؟ أو ناس مثل ما الدكتور حسين من البصري يتكلم على صاحبه بأنه تعرض إلى يعني إلى سوء في الصغر وأيضا من منطقته، فكل تراكمت عنده، ترك الدراسة، ترك الدراسة. وقد أنا متأكد بأنه هذا شخص هو العزالي حتى يتحاشى الآخرين ويتحاشى بأنه يحتك مع الآخرين، انقاد العزالية. الأفكار السلبية أيضا تسبب أنه الأفكار السلبية، الأفكار السلبية تكون دائما اشتغار الأفكار السلبية، يعني دائما يفكر تفكيرات سلبية، دائما يحكم على نفسه. طيب نقطة أخرى مهمة جدا بأنه ما يتحمل مسؤوليته، يعني هاي يعني نقطة يجب أن نأخذها بالنظر الاعتبار، ما يتحمل مسؤوليته. راح نجي لها بالحلول. أنت مشاهدين الكرام، أنا جاي أعطيك كلام دقيق جدا حتى أريدك تستفاد وتقدر تصلح نفسك. إحنا نسميه العلاج الذاتي، راح أعطيك الآلية مالت العلاج الذاتي شلون تقدر تعالج نفسك بدون أنه تراجع شخص أو حتى تتصل بالشخص أو حتى تتصل بيه على سبيل المثال حتى يقدر يساعدك. راح تعالج نفسك ذاتيا بأنه أنت تدرك، يعني تدرك بأنه أنت يجب أن تتحمل مسؤوليتك، يعني مو كل شيء تسقط على الآخرين. أي نعم أوكي أنت تعرضت إلى اضطهادات، تعرضت إلى تعسف، تعرضت إلى كثير من هذه المسائل مشاهدين الكرام إحنا نتعرض لها، بس تبقى بأنه أنت يجب أن تقوم بواجبك مسؤوليتك. يعني اليوم أنت على سبيل المثال يجي واحد يعتدي عليك بالشارع، طيب يعني تحمل مسؤوليتك بأنه أنت كيف تتحاشى هذا الاعتداء، يعني سواء كان بشكل سلمي، سواء كان تروح تشتكي عليه، سواء كان يعني لازم الكنترول يقول لي عندي خمس دقائق. عموما احنا نقدر نتواصل وياكم بالحلقه القادمه ان شاء الله وناخذ اتصالاتكم. خلي اكفي كلامي ونقدر نتواصل معكم بالحلول في الحلقه القادمه ان شاء الله، لانه الحلول مهمه جدا، فراح انطيها يعني حلقه كامله حتى تستفادوا من عندها بشكل جيد. السر بانه انت يجب انه تدرك تتحمل مسؤوليتك، تعالج نفسك، تقول لا انا ادركت انا عندي مشكله. طيب انا ما دام عندي مشكله انه يجب ان الاقي حل لهذه المشكله، عندي جرح نفسي اوكي لازم الاقي حل، لازم اتعالج. واساليب العلاج كثيره. اللي اريد اقوله بانه ايضا لا راح نرجع له بالحلول حتى ما يصير عندنا خبط، ارجع له بالحلول. طيب وش هيك انا اتصور بانه اكتفي وياكم بهذا القدر هذا اليوم. اللي ارجو من مشاهدينا الكرام بانه اذا عندكم معارف، عندكم ناس تعرفون، خلي يتابعونا، خلي يتابعونا بدل ما انت تنقل يعني قول له خلي يتابعنا يسمع من عندنا حتى نقدر نوصل له المشهد بصوره صحيحه او الحل بصوره صحيحه. تقبلوا تحياتي وسلامي وامنياتي لكم ان شاء الله والدعاء من الله بان يحفظكم ويرعاكم، وخير الناس من نفع الناس. شكرا لكم. دكتور نورتنا اكيد لهذا اليوم، وكثير من المواضيع اللي او الحلول اللي طرحتها المهمه جدا. ومثل ما شفت حضرتك هذا الموضوع مهم لدرجه انه اليوم انت حضرتك ما كفيت كلامك بسبب الاتصالات الكثيره. بصراحه كثير من الناس بمجتمعنا العراقي يعانون من موضوع الاضطهاد من قبل الاهل، بالتالي اليوم عبر التاريخ الاكثر نجاحا والاكثر تميزا بحياتهم هم دائما يكونون مدعومين من اهلهم. بالتالي خلي الناس تتعلم اليوم دعم اولادها وشلون يخلوهم ينجحون ويبتكرون طرق جديده للنجاح، مو يكونون ضدهم وياذوهم ويكونون ضغط عليهم فوق ضغط الحياه. شكرا لك يا دكتور ونورتنا، ورب السعاده وراحه البال حضرتك. شكرا دكتور. اكيد مشاهدينا الكرام مكملين وياكم حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.